صاحت بالسؤال يا أخي من لي ومن لا حمي عيالي هل ترى من بعد عزي ودلالي ليزيد أنا أهدى بالحبال زينب جات وصاحت بالسؤال يا أخي من لي ومن لا حمي عيالي هل ترى من بعد عزي ودلالي اللي يزيد أنا أهدى بالحبال تبكي بآه وأنيني في يوم توديع الحسين تبكي بآه وأنيني في يوم توديع الحسين في يوم توديع الحسين وله جاءت ربابون بالرضيع وهي تبكي دم في فيض الدموع لك ابني يا حسين يا شفيعي خذه واحميه خذه واحميه من السام الشنيع خذه إلى الحضن الحنون في يوم توديع الحسين خذه إلى الحضن الحنون في يوم توديع الحسين في يوم توديع الحسين رملة جاءت إلى عام الشباب وله قالت بحزن وارتيابي هل سيرمى قاسمي فوق التراب وسيغدو دمه مثل الخضاب عرس بدمع وشجون في يوم توديع الحسين عرس بدمع وشجون في يوم توديع الحسين في يوم توديع إن ليلى ببكاء وعوين أقبلت تسأل عنه شبه الرسول هل سيبقى وردة دون ذبول أم سيمضي نحو أحضان البتول
يمضي إلى الله بدوني في يوم توقيع الحسين، يمضي إلى الله بدوني توديع الحسين، وجرت عين حسين بالبكاء كلنا يوم غد واسطى العراقي، وأنا غسلي سيغدو من دمائي وسيحدو الشمر في ضاع عن النساء، والكل نادى بالحنين في يوم توديع الحسين، والكل نادى بالحنين في يوم توديع الحسين، في يوم توديع الحسين. قالت النسوة آهين وحسينا، قالت النسوة آهي وحسينا، أين هو عنا أمير المؤمنين، ليته يحضرنا حين سبينا، وحسين قطعوا منه الوتينا، وحسين قطعوا منه الوتينا، والسهم في صدر اليقين في يوم توديع الحسين، والسهم في صدر اليقين في يوم توقيع الحسين، والسهم في صدر اليقين في يوم توقيع الحسين. قالت النسوة آهي وحسينا، أين هو عنا أمير المؤمنين، ليته يحضر حين سبينا، وحسين قطعوا من هلوتنا، وحسين قطع من هلوتنا، والسهم في صدر اليقين في يوم توقيع الحسين، والسهم في صدر اليقين.